يقول السائل: أنا شاب مبتدئ في طلب العلم والدعوة إلى الله، لكني أعاني من شدة الأسلوب في النصيحة لغيري، وأريد أن أتعلم كيف أتعامل مع الناس، فدلوني جزاكم الله خيرا على الكتب التي يمكن أن أستفيد منها في هذا المجال. يا أخي، الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم أولا، فلا بد أن تتعلم أولا، فإذا تعلمت علما يكفي ويكون عندك معرفة بالحلال والحرام والأحكام الشرعية، حينئذ تدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة. أما أن تدعو وأنت ما عندك علم يكفي وتقول اختر لي من الكتب ما تكفي، لا بد أن تتلقى العلم على العلماء في أي مجال تجده، أما في المدارس والمعاهد والكليات الجامعات أو في حلق المساجد. المهم عليك بطلب العلم أولا قبل البداية بالدعوة. نعم.